حرصا من الجمعيات البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم على إدماج أبنائهم من ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المناسبات المختلفة، نظمت الجمعية برنامجها الصيفي الذي تضمن على العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات وتوزيع الهدايا والفرق الموسيقية والفريسة وغيرها من الأنشطة، وذلك بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للمرور والشرطة المجتمعية. طبعا هذه تعاون كبير ومستمر بيننا وبين الإدارة العامة للمرور، وهم طبعا سباقين الحقيقة بالمبادرة أنهم يروحون الأماكن طبعا العامة، المدارس، النوادي، وطبعا الفعاليات اللي مثل هذه على أساس يثقفون حتى عيالنا وأبنائنا من ذوي الإعاقة من الجنسين طبعا بضرورة احترام قوانين المرور، التعريف بأنظمة السلامة والمرور على أساس حتى يضمنون ثقافة مبدئية على أساس أنه ما يتعرضون حتى للخطر، وفي نفس الوقت يبين لهم الدور الجوهري اللي يقوم فيه شرطي المرور في المجتمع، دور الحقيقة مهم لسلامتنا وسلامة جميع مستخدمي الطريق. وطبعا احنا نحاول قد ما نقدر ان احنا ننظم هالفعالية هذه كل سنة وياهم، هذه الحقيقة للسنة الثانية ويانا الإدارة العامة للمرور، واليوم بعد وياهم مثل ما نشوف أيضا شرطة المجتمع أيضا يجين، فشرطة المجتمع أيضا يقومون بدور الحقيقة جوهري لحماية أبنائنا وبناتنا عند المدارس، في الأماكن العامة، في الشوارع المزدحمة. فاليوم قاعد نشوفون عيالنا هذه المبادرات الحقيقة والدور الكبير اللي يقوم فيه الشرطة طبعا بمختلف أقسامهم. بلغ عدد الأطفال المشاركين في الأنشطة الصيفية لهذا العام 46 مشاركا من جميع الإعاقات والمراكز ومختلف الأعمار، والتي ابتدأت من سن 7 سنوات إلى 40 عاما، كونهم فئة تتعامل مع الحركة المرورية ولا بد أن يكون لديهم ثقافة مرورية للتعامل مع متغيرات تلك الحركة. أكثر فئة تحتاج للثقافة المرورية أنا أعتبرها المعاقين، لأن أبسط حاجة ممكن في الصحافة يعرفوها إن هم ليهم حقوق، وأبسطها البارك، إن كل يوم بارك ما حد يتعدى عليه، يعني لما يكون في مخصص ليهم مفروض إن الكل يكون عنده ثقافة إن ده بارك للفئة دي فقط، ومفروض هو لما يشوف إن المكان بتاعه ده استولى عليه غيره إن يكون عنده ثقافة إن يقول ده مكاني، ده حقي. وده حققوا معانا لجنة الثقافة المرورية، ما قصروا، اسلوبهم جدا بسيط جدا بيوصل لهم، رائع، اسلوبهم رائع وبسيط. النشاط الصيفي هذا العام تميز بفقرات جديدة ومتنوعة، وكان من أبرزها عام العراء الصينية وتنظيم يوم عائلي يحمل اسم مطبخ ماما برعاية عائلة العثمان، شاركت فيه الأمهات مع ابنائهن في صناعة طبق مميز تشجيعا للأطفال على تقديم يد العون للأمهات، ومشاركة الإدارة العامة للمرور للعام الثاني على التوالي من خلال مسابقات مرورية وأنشطة توعوية. هو يعني شيء صار تغيير عن برنامج كل مرة، وهي شيء يغير الأطفال عن يعني البيسز اللي مالهم اللي هم يسوونه، فهاي شيء وايد زين لهم. هما سعي مستمر من قبل الإدارة العامة للمرور من خلال رفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة المشاركة وتفعيل الشراكة المجتمعية في نشر الثقافة المرورية وخلق جيل ذو وعي مروري.